حياكم الله في كل مكان. العملية السياسية والأزمات المستمرة دون إيجاد أرضية مناسبة للحلول، هذا هو الحال منذ بداية التجربة وإلى الآن. لكن المشاكل والأزمات في الفترة الأخيرة أخذت تتصاعد بشكل كبير في ظل غياب المستمر للحلول. حكومة السيد السوداني منذ البداية واجهت أزمات كثيرة، تعاملت بشكل إيجابي مع بعض هذه الأزمات، ولكنها عجزت في نهاية المطاف على التعامل مع أزمات معينة بشكل سريع يمكنها من العمل بعيدا عن الضغوطات والاعتراضات التي قد تحصل من هذا الطرف أو ذاك. لكن في النهاية حكومة السيد السوداني بقيت تواجه أطراف سياسية متعددة، هذه الأطراف السياسية لديها رغبات مختلفة ونوايا أيضا هي الأخرى مختلفة. الإطار التنسيقي منذ اللحظة الأولى تحدث عن أن الدعم هو واضح ومستمر وسيبقى كما كان منذ لحظة التشكيل الأولى لحكومة السيد السوداني، لكن مع مرور الوقت ومع المتغيرات التي حصلت كانت هناك بعض الاعتراضات، كانت هناك بعض المشاكل التي واجهت الحكومة من داخل الإطار التنسيقي. وبعيدا عن بيئة الإطار التنسيقي وعملية الاعتراض والدعم الموجودة داخل الإطار لحكومة السيد السوداني، أزمات كثيرة أخرى كأزمة مجلس النواب والخلاف المستمر حول خلافة رئاسة المجلس، والملف الأهم والأبرز الذي كان في منهاج وعمل حكومة السيد السوداني هو ملف الفساد. كان يتحدث السيد السوداني في لحظة التشكيل الأولى عن أن هذا الملف يشكل أهمية قصوى وأن الفساد يمثل جائحة تحتاج إلى المواجهة وإيجاد إجراءات مختلفة بالنسبة للحكومة. لكن مع مرور الوقت، وفي البداية كنا نتحدث عن إخفاقات حصلت للحكومة في بعض الملفات، ويتحدث الكثير من أهل الشأن والقرار عن وجود دائرة إخفاق تتسع مع مرور الوقت في هذا الملف وهو ملف الفساد. فتجارب كثيرة حصلت، لعل الأبرز منها إذا ما أردنا نتحدث هو ملف سرقة الأمانات الضريبية، وصولا إلى لحظة إنهاء عمل رئيس هيئة النزاهة والمجيء برئيس جديد للنزاهة. نتحدث في هذه النقطة بالتحديد كيف يمكن لنا أن نتحدث عن معالجات حقيقية لحكومة جاءت بعد مشاكل وأزمات كثيرة ومتعددة، كيف يمكن لها أن تعمل على معالجة هذه الملفات الثلاثة، وهو ملف الإخفاق السياسي وملف التعطيل التشريعي وكذلك ملف الفساد الذي كان حاضرا منذ سنوات وأخذ يتصاعد مع مرور الوقت في ظل أزمات تتصاعد هي الأخرى. نسأل عن إمكانية أن تنجح الحكومة والأطراف السياسية التي تعمل معها في إيجاد بيئة سياسية مناسبة على مستوى العمل وعلى مستوى التشريع وحتى على مستوى التنفيذ، وما هي أيضا فرص نجاح كل القوى السياسية سواء كانت المعارضة أو حتى تلك التي تشترك في السلطة من الذهاب إلى بر الأمان فيما يتعلق في تحديد هوية السلطة التشريعية التي ما زالت إلى الآن تبحث عن الرئيس بعد إقالة أو عزل الرئيس الأصيل لمجلس النواب. وبعد هذه الملفات الثلاث سنتحدث عن هذا الملف وهو ملف الفساد وطريقة التعاطي التي حصلت مع ملفات الفساد، هل وفقت الحكومة أم أنها أخفقت بشكل كبير؟